انما للاسف الموارد دي مش موجوده، وبالتالي بستورد محاصيل غذائيه، بستورد قمح، بستورد ذره، بستورد سكر. المحاصيل الزراعيه دي قيمتها الفيرتشوال ووتر اللي فيها او الميه الافتراضيه اللي فيها 33.5 مليار متر مكعب، ولو طرحت الرقمين من بعض هيديني 80.5 مليار متر مكعب. هو ده احتياجات الدوله المصريه اللي لازم تتغطى من داخل حدود الدوله المصريه، اللي هي بتنقسم للزراعه ومياه شرب وصناعه اللي حضراتكم شايفينه على الجانب الايسر. طب ايه مواردي من الميه اللي موجوده على الجانب الايمن؟ نهر النيل حصتي ثابته 55.5 مليار، تحليه ميه، مياه امطار، مياه جوفيه عميقه غير متجدده. معنى كده ان الاجمالي اللي موجود عندي 60 مليار، وانا محتاج 80.5، عندي عجز اكتر من 20 مليار متر مكعب من الميه. بنغطي العجز ده ازاي؟ بان احنا على مدار السنوات بنعمل إعادة استخدام لما يقرب من 21 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي. طيب رايحين على فين؟ ما هي الزيادة السكانية زي ما اتقال في الفيديو بتاكل كل التنمية. في الستينات كان كل فرد مننا نصيبه في المية كل سنة لكل استخداماته زراعة وتجارة وشرب وغيره 2000 متر مكعب للفرد. الموارد ثابتة والزيادة السكانية عمالة تزيد بكم كبير جدا أو بسرعة كبيرة جدا. فجينا في التسعينات، بداية التسعينات نزلنا تحت خط الفقر المائي، بمعنى أن كل واحد فينا بقى له أقل من 1000. للأسف الزيادة السكانية عمالة تزيد والمية ثابتة، فبالتالي وصلنا زي ما قال فخامة الرئيس لحدود 500 متر مكعب للفرد في السنة.